الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا. مساء الخير لكل السادة المشاهدين في مصر وخارج مصر، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أكلات وتكات الشيف حسن على قناة الحياة. زي ما عودناكم عيدك عندنا مش في أي حتة تانية، بنقول لكل مسلمين العالم وكل مشاهدينا في جميع أنحاء العالم كل عام وإحنا بخير. النهاردة أول يوم في عيد الأضحى، إن شاء الله ربنا تمام على خير ويزيح الغمة بتاعة الكورونا، والسنة الجاية إن شاء الله إذا أحيانا ربنا نكون على عرفات جميعا إن شاء الله. بنقول لكل مسلمين العالم كل سنة وأنتم طيبين. النهاردة زي ما عودناكم مهرجان اللحمة، عيد اللحمة. عندك خروف، ذبحت خروف، ذبحت عجل، اشتريتي، جات لك هدية، تعالوا مع بعض نعمل أفكار كتيرة من اللي إحنا عاملينها. هنعمل إيه النهاردة؟ هنعمل زي ما أنت شايف أول حاجة عشان أول يوم العجل، زي ما جبنا العجل بعد ما اتذبح وانسلخ وانشطف شمعناه لمدة 6 ساعات في التلاجة عشان نقدر نطلع منه اللي احنا عايزينه. النهاردة هنعمل ايه؟ هناخد فخدة نعملها على رز خلطة، وهناخد كتف كمان، هناخد كتف ونعمله كمان كبسة، وهناخد كمان يا ياسر الحلويات كلها بتاعت الذبيحة بتاعتنا هدية او احنا شارينا او احنا ذابحين ونعملها افطار للعيال. هنعمل كفتة وهنعمل كبد وهنعمل ايه؟ لا القلوب، وهنعمل ليا، وهنعمل كمان بوبس ومبار بوبس، وهنعمل مخاصي وندلع عيالنا بكل التفاصيل. تعالى يا ياسر، تعالى واحنا بنعمل المنيو بتاعنا هناخد الفخده اهو يا ياسر. الفخده دي هناخدها عشان نعملها على رز ايه؟ الفخده بتاعتنا اهو، عشان نعملها على رز خلطه بتفاصيل وتركات وحركات شيف حسن. تمام فخدتك اهي، تعالوا اما نشوف هنعمل ايه. كل تفاصيلك كده فيها، المقاطع هنشيلها منها. تعال ادي المنيو، اول حاجه في المنيو اهو، بص عليها، الفخده برز الخلطه هنعملها رستو في الفرن. نقول بسم الله الرحمن الرحيم، المنيو بتاعنا عباره حلويات المذبح، وبعد كده نعمل فخده ضاني على رز خلطه، وبعد كده هنعمل ايه؟ كبسه بضلع. هعمل الكبسه بايه حسن؟ تعال بص يا ياسر، بالكتف ده، اجيب الكتف ده عشان اعمل منه الكبسه. يبقى انا هعمل الفخده رستو في الفرن وهعمل الكتف هعمله كبسه. تعال شوف التفاصيل والحركات والتكات، قدامك حاجتك اهو زي الفل. تعال يا ياسر نشوف كمان الحلويات بتاع الايه؟ بتاعه الخروف بتاعنا. هعمل كفته ضاني واطعمها ببقري، وبعد كده هعمل المخاصي بعد ما اقشر الغطا بتاعها، وهعمل ممبار بوبس عشان العيال، وهعمل كبده، وهعمل قلوب، وهعمل الليه اللي حوالين القلوب مهمه جدا جدا، وهعمل الكفته وكمان هطعمها بشويه ليه بتركات وحركات الشيف حسن. عشان اعمل الكبسه يا عم حسن، جبت الكتف زي ما اتفقنا وقطعناه شنك مكعبات زي ما انت شايفه كده قدامك اهو. بس اهم حاجه تشمعيه 6 ساعات. بعد ما تذبحي وتشطفي وتشمع حطيه في الثلاجه 6 ساعات، قطعنا الكتف. تعالى واحقن الفخده هنعملها حركات، تعالى نشوف هنتبل الكتف ده ايه يا حسن. زبادي، خدي بالك التتبيله بتاع الكتف. زبادي، توم، ملح، فلفل، بهار، جوزة الطيب، قرفة، كاري، كاري كده زي ما انت شايف، قلبهم مع بعض. دي التتبيلة بتاعت الايه حسن؟ الايه؟ الكتف اللي هعمله كبسة. خدي بالك من التفاصيل اهو. اخد المكعبات بتاعته دي كلها بتاعت الكتف يا ياسر، زي ما انت شايف كده، احتاري واختاري. هنحطها فيها قد ايه حسن؟ نص ساعة في التتبيلة دي. على ما يعدي النص ساعة قلبهم بقى اهو عشان كله ياخد الخلطة بتاعتك دي. خدي بالك من التركات اهو، تبليها كويس يا جماله. يعني الكتف هنستعمله في ايه حسن؟ في الكبسة اهو قدامك اهو. تمام؟ تعالى نسوي بقى يا ياسر. حلة على النار، خد بالك من التفاصيل، سخنة، اديها زيت، يقدح الزيت، اديها معلقتين سمنه، واطعمها وانا بعملها كده. ورقه لورو، يقدح عندي حبهان، مستكه، فلفل حصن. احمص الكلام ده كله يا ياسر كده في السمنه والزيت، وخدي بالك من الحبهان وهو بيطير. تعالى بقى يا ياسر نشوف هنعمل ايه. زي ما انت شايف قدح عندي الكلام ده كله، تعالى بعد نص ساعه في التتبيله الكتف
ادي له صدمه يا تفاصيلك، ادي صدمه، ادي صدمه، خد بالك من الحبهان، كل تفاصيلك كده قدامك اهو. بالمارينيت دي حسب بالمارينيت، بالتتبيله دي حسب بالتتبيله دي. وبعد كده اروح جايه مقلبه. بص التفاصيل، بص الحركات عشان تعملي احلى كبسه في الدنيا يا جماله، يا تفاصيله وحركاته. تغير لونها كده يا ياسر عشان هبدا اشتغل. تغير لونها بس بعد ما اديتها التتبيله بتاعتها، مهمه جدا، والريحه تطلع عليا. اغطي عليها شويه كده على ما اجهز ميه سخنه بتغلي للسلق، وميه سخنه بتغلي للسلق. في نفس الوقت حلوياتي جاهزه. حلوياتي دي اهم حاجه تعمليها بعد الذبيحه. هتفطري، هتفطري على الظهر عشان الصلاه وحبايبك رايحين وجايين، هتفصلي، هتفطري على الظهر او على الساعه 1 او الساعه 2. زي ما انت شايف كده كل الحلويات بتاعه الضاني قدامك اهو. الكفته عباره عن ايه اللي احنا هنعملها؟ كور دي عشان نعملها نص لحمه ضاني ونص لحمه بقري، تفل بصل، ملح وفلفل وبهار وجوزه الطيب، ملح وفلفل وبهار وجوزه الطيب يا ياسر. وسمغ الكور دي مع بعض. بعد ما تسمخها كده اهو، هنعمل لها كور 50% من اللحمه الضاني و50% من اللحمه البقري، وقطعه ليا وتفل بصل وبهارات. سمغيها زي ما انت شايفه كده قدامك. بعد ما سمختيها كده هتعمليها كويرات متساويه، قدامك اهو كويرات متساويه، وتحطها على ده. خطواتك كده. طب انت عملت ازاي؟ خليت ازاي الخصية دي؟ جبت ميه سخنه بتغلي، حطيتها فيها وعديت من 1 لـ10، وحطيتها في ميه بتلج، شلت القشره الخارجيه وقطعتها مكعبات. خد بالك بالتفصيل دي. زي ما انت شايف كده قدامك اهو. ادي هنا الايه؟ الخاصي. حطيتها في ميه سخنه بتغلي وعديت من 1 لـ10، وبعد كده يا عم حسن حطيتها في ميه بتلج وقشرت القشره الخارجيه. تعالوا واحنا شغالين كده بنعمل الكبسه، بنعمل تفاصيلك. تعالوا اما نشوف هنعمل ايه. ادي الكبسه بتاعه الايه؟ الكتف. بعد ما ايه تبلتها واديت الماده الدهنيه، ورق لور وحبهان ومستكه وفلفل حصر. اول ما تعمل كده بجيب بصله على 4 بقى. بص اعطرها تاني، بصله على 4 يا ياسر. واجيب كرات، واجيب كرفس، واجيب ليمون ناشف، وطعمها ورقه لورو تاني، وشويه كمان حبهان تاني. كل ده مع بعض، وكل ده مع بعض. فلفل حصر، فلفل حصر. تعالى بعد كده اقلبها تقلبتين. بص التفاصيل قدامك اهو، بص عليها كده. ميه سخنه بتغلي يا ياسر. يا تفاصيله عشان دي يا حسن هتعمل بقى ايه يا ياسر؟ هعمل بيها الرز، خدي بالك. كل تفاصيلك كده قدامك اهو، تمام. حطيت الميه السخنه اللي بتغلي، تفاصيلك قدامك، لففها لفتين، غطي عليها، تمام. وبعد كده هنعمل ايه؟ عندي بقى الفخده وعندي الحلويات. الفخده زي ما شفنا شلتها. اول حاجه اهو هشيل منها ايه يا عم حسن؟ الخاصيه. تمام، ادي الخصية شلتها منها اهو. تعالى بقى ادلع بقى الفخده دي، هدلعها خالص. عندي توم وعندي فلفل حصى، هفتح فتحات فيها عشان التوم والحصى. ارجع هنا يا ياسر عشان الحلويات بتاعتي. تعالى يا ياسر احط معلقتين زيت زي ذره. احط ليا يا ياسر، احط ليا. احط ليا طعم بيها اهو الحلويات اللي هنفطر بيها دي. واجيب عيش طازه اللي هي اتعتق عندي كده، اروح حاطه قرن فلفل حار. يا دلع، قرن فلفل حار يا ياسر مع الزيت واللية، قرن فلفل حار. كل تفاصيلك كده قدامك اهو. اول حاجه القلوب،
خد بالك يا اولاد السوا، بعد ما حمصت كويس قوي الفلفل الحار في اللية وفي الزيت، عندك القلوب بتاعتك اولويات سوا، اولويات سوا زي ما انت شايفه. قطعي القلب اولويات سوا عشان تفطري انت وحبايبك وكل اللي انت عزماهم وعيالك المتجوزه وحبايبك كلهم قدامك اهو. بنقول لكل مسلمين العالم كل سنه وانتم طيبين، عيدنا عيدنا عيد لحمه زي ما انت شايف كده قدامك. حطيت انا اهو زي ما انت شايف، خليك هنا اهو مع الحاجه، زيت ولية وفلفل حار، وخلي عينك بعيدة عن الفلفل الحار. وعملت لك الكفتة، أقلب هنا يا ياسر الشوربة بتاعت الكتف. بص الشوربة شوية الكاري عاملين شغل عالي ازاي؟ يا تفاصيلك. أزود مية سخنة كمان يا حسن؟ زود ودلع. عايز شوربة مركزة عشان أعمل بقى أحلى شوية كبسة. يا تفاصيل كل مسلمين العالم وكل مشاهدينا في جميع انحاء العالم، كل سنه وحضرتكم طيبون. على تلفزيون الحياه طبعا، تعال شوف التركات. بص التسويات، بص الحركات، خلي الريح اللي طالعه من الفلفل الحار بعيد عن عينيك اتجاه الريح. تعال بقى يا ياسر نشوف هنعمل ايه. الفخده بتاعتنا زي ما انت شايف كده قدامك. حاطين اول حاجه هديها صدمه، وعندي صينيه فيها بقي جرنيه وهتبلها. هتبلها ازاي؟ الاول بفتح فيها فتحات، اقدر الاول اهو جيب سكينه كبيره حاميه ونعمل التفاصيل كلها قدام واحده واحده كده اهو يا ياسر. نفتح طولي وعرضي ودلع كده اهو زي ما انت شايفه كده اهو قدامك يا ياسور، ودلع. عشان ايه يا حسن؟ عشان التتبيله. واجي بعد ما فتحته طولي افتح ايه عرضي كده عشان اتبل وادلع. كل تفاصيلك كده كلها قدامك اهو. تبلي ودلعي عشان تعملي الفخده على رز خلطه وتدلعي عيالك زي ما انت عايز. بجيب توم يا ياسر وبرشقه جوه في كل حته فيها اهو. توم انصاص كده اعملها شرايح طويله واحده واحده كده اهو مع بعض. كل تفاصيلك. وعندك الكتف بسلقه في ميه بعد ما اديته صدمه عشان اعمل شوربه مركزه اطلع منها الكبسه. وفي نفس الوقت عندك ايه يا حسن؟ عندك الحلويات معلق عليها. احتاري واختاري. وكنا مجهزه شويه ليه واحده واحده كده مع بعض. وهجيب قرنفل وفلفل حصى احطه برده جوه. قرنفل وفلفل حصى اعطر بيها. ادي القرنفل بتاعي وفلفل الحصى، تمام؟ وفتحتها. ابص بص هنا يا ياسر على القلوب يا جماله، واحده واحده كده اهو. قلب الصغير اولويات سوا ودلع. ما تستعجلش، تعال ارجع هنا اهو اعمل تقليب انا اهو للخلطه بتاعت الايه؟ الكبسه بتاع الكتف. بص قدامك اهو التفاصيل، تقليبه كده يا سور. بص يا سور التريكات والحركات، اللحمه تستوي يا جماله. اغطي عليها، تعال اعمل تتبيله يا ياسر للفخده. عندي معلقتين زيت، كوبايه زبادي، كوبايه زبادي، معلقه ثوم مهروس، معلقه ثوم مهروس. اتبلها ملح، وتبلها فلفل، وتبلها بهار، وتبلها جوزة الطيب، وتبلها شوية قرفة وشوية كاري. دي ليه يا حسن؟ للفخدة. واروح ايه مقلبة كل دول مع بعض. تعالى بقى انقل الفخدة في ايه؟ تعالى انقل الفخدة في سرفيس كبير عشان اتبلها يا السور. بص التفاصيل كده قدامك اهو. فخدتك عندك، بص التفاصيل. نزل كل التتبيله دي كده واعمل لها مساج. مساج هتدخل فين؟ في الفتحات اللي انا مدخلها اهو. اعمل لها مساج، وهنا اهو برضو دلع دلع واعمل لها مساج في الفتحات بتاعتها. وما تنساش ان فيها فلفل وقرنفل وفلفل حصى في الفتحات كده قدامك اهو، في كل حته فيها اعمل لها مساج. وهتسيبها نص ساعة في التلاجة بالتتبيلة دي يا جمالك.
تعملي اللي انت عايزاه. جاي لك تبيعي انت ذبحه عجل او ذبحه خروف، خدي منه الاجزاء، جاي لك هديه شاريه. عندك افكار كتيره جدا نعملها مع بعض، زي ما انت شايف كل التفاصيل كده قدامك والحركات كلها قدامك. ما تستعجليش على حاجه، اعملي كتف عليه كبسه، اعملي فخده عليها رز بالخلطه، زي ما انت عايزه اعملي اللي انت عايزاه. كل التفاصيل كده قدامك اهو. تعالى بعد كده يا عم ياسر، بعد ما عدى على الفخده نص ساعه في التلاجه في التتبيله ساعه، اروح جايبه الشوايه ومديها تشك. ادي الشوايه بتاعتي اهو، ادهنها ماده دهنيه يا ياسر. وتعالى بقى يا ياسر ندي صدمه، بص كده يا دلع يا ريحه بيتك. وهات التتبيله دي كمان ما تسيبهاش، بص التفاصيل، صدمه وصاجي يا ياسر. في بوكي جرنيه بصل وجزر وكرات وكرفس ورقلاور وحبهان وملح وفلفل، واحط له شويه ميه كمان. الصاجي بقى على قد الفرن، الفخده اديها صدمه براحتك خالص. ارجع هنا اهو للايه؟ للخلطه بتاعتي بتاعت الايه؟ الكبسه بتاعتي. قدامك الكبسه بتاعتي بتستوي، وادي الفخده بعلمها. كل تفاصيلك كده كلها قدامي. ارجع يا ياسر للحلويات. الحلويات بتاعتي بتقول ايه؟ حطيت لها كل الكلام ده كله مع بعضه. تعال اهو حلواتي بالايه، واتفقنا مع بعض بتناوب الحاجة اللي بتحتاجها سوى الاول. قفلت كده عندي ماسك. تعال بعد ما ده دخل في السوى، اديله شرايح الكبدة بتاعتي. يا تفاصيلك يا سور كبشة، وادخل كل ده مع بعض. ما استعجلش ما استعجلش، واغطي كل تفاصيلك كده قدامك. وارجع انهو للشوربه بتاعتي، اتاكد ان الشوربه مصفى يا ربيع. الشوربه بدات تاثر واحده واحده كده مع بعض. اغطي دي كده وارجع انهو للفخده. تعالى كده يا ياسر على الجنب ده، خدي بالك شوايتك على الجنب ده، بص تفاصيلك وحركاتك وتكاتك يا جماله. قفل الجناب كل حته من كل حته عشان الجوز تبقى طريه من جوه. اللي تشك ده لايه حسن؟ عشان تبقى الفخده طريه من جوه تستمتعي بيها. هتقعد يا حسن دي ثلاث ساعات، ثلاث ساعات ونص، اربعه، ما تستعجليش درجه حراره 180 وغطيها. كل التفاصيل قدامك عشان تبقى ملبن وتسحبي منها العظم زي ما انت عايزه. تفاصيلك قدامك اهو كلها، ما تستعجلش. واروح جاي اهو قلبها على الوش ده يا جماله. كل تفاصيلك قدامك. ارجع بقى يا ياسر للايه؟ للكتف اللي انا سويته خلاص استوى. وهنا انا بدي الحلويات حسب الاولويات. حطيت القلوب الاول وبس في ماده دهنيه فليه، وحطيت فلفل حار، عايزه مش فلفل حار زي ما انت عايز. خلاص استوت الحركات دي. تعالى كده يا ياسر، اروح جايبه حله تاني. وتعالى يا حسن واحده واحده كده اهو عشان اصفي واعمل بقى زي ما انت شايف. امسكها يا حسن. تعالى كده اهو، حلة مية سخنة بتغلي يا تفاصيله. نزل الشوربة واحدة واحدة. طبق فاضي بقى عشان ناخد منه اللحم. بص التفاصيل كده، صفي الشوربة خالص عشان الرز بتاعها. صفها لي بره، هتقلي بقى كده. تمام، شكرا. بص الغليان، هتبل ايه يا عم حسن؟ بص اهو، ملح وفلفل ومكعب مرق، واسيبها تاثر على ما اجيب بقيه الشوربه واللحمه بتاعتي. كل تفاصيلك قدامك. الفخده بتاعتي قدامك، التريكات الفخده اهو بتقول لك يا تفاصيلها يا حركاتها زي ما انت شايف كده. بقيه الشوربه حسن واللحمه، بص التفاصيل، ادي الفخده بتفاصيلها وحركاتها. ما تستعجليش عليها ما تستعجليش عليها. وادي الصاج اللي انا هسوي فيه، حطيت فيه بصل وجزر وكرات وكرفس ولور وحبان وملح وفلفل، وفي نفس الوقت عندي الحلويات. خدي اولوياتها، بص كل حاجتها طالعه قدام فل الفل، وريحه الماده الدهنيه معليه مع الفلفل الحار يا جماله قدامك اهو. من الحل الاخر قلب فيه وغطي عشان تفطري العيال.
هجيب بقيه الشوربه واللحمه عشان اعلق كمان على الكبسه، لكن التركات والحركات لها ناسها. انتظروني. اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد والنعمه